امرأة أمريكية حامل تلد معجزة كبيرة جدا تثبت صدق القرآن الكريم، فماذا وضعت؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. مرحبا بكم أحبابي في الله، نتمنى أن تكونوا بخير حال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. وللتنبيه، قد يكون هذا الأمر غريبا لدى البعض، بل قد لا يصدقه العقل، ولكننا على كل حال سنقدمه لكم ولكم الحرية الكاملة، ما إن كنتم تصدقون أم لا. فعلى بركة الله نبدأ. عزيزي المشاهد، هذا الفيديو مهم للغاية. لكل إنسان لديه أمنية في الحياة ويتمنى أن تتحقق. فإذا كنت تتمنى نعمة الأبوبة أو تتمنى نعمة المال أو تتمنى أن ترزق بأي شيء، فهذا الفيديو سيكون مهم جدا لك. فقط كل ما عليك هو مشاهدته للنهاية وأنت في غاية التركيز. معنا امرأة أمريكية تدعى ناتاليا. تقول ناتاليا أنها كانت من أشد المعادين للإسلام، فكانت ترى أنه دين غير صحيح وكانت تعتز بدينها. وبعد أن تزوجت ناتاليا بأكثر من 5 سنوات لم ترزق بنعمة الأمومة، فذهبت إلى الأطباء هي وزوجها وقاموا بفعل جميع الفحوصات والتحاليل، ولكن أيضا لم يشاء الله عز وجل لها الإنجاب. فغضبت ناتاليا وذهبت لجميع الأطباء لا ترى ما هو السبب، فاكتشفت أنها تعاني من سرطان الرحم أعاذكم الله، وأنها من المستحيل أن تقوم بالإنجاب مدى الحياة، أي أنها لن تكون أم. فذهبت لجميع الأطباء حول العالم وعرضت أكثر من نصف ثروتها بمن يستطيع أن يجد لها حلا، ولكن للأسف جميع المحاولات باءت بالفشل. حتى حاول زوجها أن يقنعها أن يتبنون أي طفل وكأنه طفلهم، ولكن ناتاليا رفضت الأمر، ظلت مصرة على أنها ستقوم بالإنجاب. فتقول ناتاليا: ظللت أبكي وأتوسل وأنا بداخل الكنيسة، وظللت أطلب من الجميع أن يدعوا لي، ولكن في نهاية المطاف لم يفلح الأمر. فالجميع قال لها من المستحيل أن تقوم بالإنجاب، بل ما زاد الأمر سوءا أنها ستقوم باستئصال الرحم في فترة قريبة. فحزنت ناتاليا للغاية، وعلى حسب ما تقول ناتاليا: لقد وجدت عبر التلفاز بمحض الصدفة داعية إسلامي كبير يقول ليس هناك شيء يدعى المستحيل، فلا هناك مستحيل في الإسلام، وليس هناك ما يصعب على الله عز وجل. تمسكت للغاية بهذه الكلمات الرنانة وفعلت كل شيء حتى أتواصل مع هذا الداعي الإسلامي، وبالفعل تواصلت معه وقلت له: لقد كنت تقول أنه ليس هناك شيء يدعى المستحيل فقد كذبت، فأنا لدي أمر من المستحيل أن يحدث. وبدأت أقص عليه ما يحدث، فأخبرها الداعية أنني يجب علي أولا أن أتوجه إلى الله عز وجل وأن أدعو الله وأنا بنية صادقة، وهو سيرتب لي الأمر وسيفعل الخير من أجلي. وبعد عدة لقاءات ومحادثات مع الداعية بدأت أقرأ عن الإسلام، وبدأت أبحث عنه، وبدأت أيضا أقرأ وأقرأ حتى أتيقن ما إذا كان من الصحيح أن أدخل هذا الإسلام أم لا. وبعد فترة وجيزة للغاية اعتنقت ناتاليا الإسلام. ليس ذلك فقط، بل أقنعت أيضا زوجها أن يدخل الإسلام، وبالفعل أصبحوا مسلمين. فتقول ناتاليا: أول ما فعلته أنني لجأت إلى الله عز وجل وظللت أدعو وأبكي وظللت أتضرع إليه، ولكن بعد فترة قصيرة بدأت أفقد الشغف بالأمومة، وبدأت أنسى تماما أنني دخلت الإسلام من أجل الحمل والإنجاب، وأصبحت بالفعل راضية بقضاء الله عز وجل. والأغرب من ذلك، على حسب ما تقول ناتاليا، أنها نسيت الأمر تماما وبدأت تتعايش مع الوضع الحالي، إلى أن حدثت المعجزة الكبيرة حقا. وحدثت المفاجأة على حسب ما تقول ناتاليا: تفاجأت أنها حامل، ظنت في بداية الأمر أن هذا الحمل قد يكون حملا كاذبا، فذهبت على الفور للطبيب وقامت بعمل الفحوصات والتحاليل ليتبين أنها حامل بالفعل وليس حملا كاذبا. فذهبت لطبيب غيره وغيره، وجميعهم أصروا وأقروا أنها حامل، ولكنهم تفاجأوا تماما باختلاف نتيجة التحاليل، فقالوا لها: من قام بمعالجتك وكيف حدث ذلك؟
فهذا الأمر لا يعقل. وبعد مرور الأشهر الأولى من الحمل تفاجأت ناتاليا بمفاجأة صادمة أخرى، فعلى حسب ما تقول لقد وضح الأطباء أن السونار يوضح أنها حامل بكائن عجيب للغاية يشبه الإخطبوط أو حشرة العنكبوت، فذهبت لطبيب آخر مرة أخرى وجميعهم نصحوها بإجهاض هذا الجنين لأنه قد يسبب لها الوفاة حتى وإن انتظرت فترة الحمل وقامت بوضع هذا الجنين، فلن يكون جنين طبيعي بل سيكون مشوه وأشبه بالإخطبوط. فتقول ناتاليا: صدمت للغاية ولكنني رضيت بقضاء الله عز وجل، وعلى خلاف المرة الأولى فلم أفزع كثيرا. نعم لقد كنت حزينا للغاية، فبعد طول الانتظار يقوم الله عز وجل بإرزاقي بجنين، وبعد أن أحمل وتحدث المعجزة أتفاجأ أن الجنين مشوه وليس جنين طبيعي. يا إلهي، فلماذا الله عز وجل يفعل ذلك بي؟ هل هو يكون اختبار أم ماذا؟ فتقول ناتاليا: تقربت أكثر من الله عز وجل في هذه الفترة، وقمت بالدعاء أكثر، وطلبت من الله عز وجل أن يتولى هو أمري. وبعد كثرة الدعاء وجدت شيئا بداخلي مصر على إكمال هذا الحمل، ورفضت ما يقوله الأطباء، فرفضت إجهاض هذا الجنين وقلت لهم: سأكمل الحمل وأتحمل نتيجة ما يحدث. وبالفعل أكملت ناتاليا، ولكن كلما كانت تقترب الأشهر الأخيرة من الحمل كان يلح عليها الأطباء أن تقوم بإجهاض هذا الحمل حتى لا يسبب لها أي مخاطر، ولكنها ظلت متمسكة برغبتها وظلت متمسكة بهذا الحمل حتى انقضت الأشهر وحان موعد الولادة، ليتفاجأ الأطباء أن ناتاليا كانت حامل بستة أطفال، وكانت الأطفال متشابكة مما يعكس للجهاز أنه كائن عنكبوت أو يشبه الحشرة وليسوا ستة أطفال. فتعجب الأطباء مما يروا، فحالة ناتاليا تعد من النوادر بل من المعجزات التي مرت عليهم، مما تسبب في دخول الأطباء إلى الإسلام بعد معرفة السبب. أما عن ناتاليا فتقول أنها كانت دائما صادقة في دعائها، وكانت تشعر أن الله عز وجل لن يخذلها أبدا. البعض يقول أنها بالفعل كانت تحمل بعنكبوت، ولكن بفضل دعائها غير الله عز وجل الحمل وصاروا ستة أطفال. والبعض الآخر يقول أنه كان اختبار لها ليرى الله عز وجل ما إن كانت سترضى بقضائه وتصبر أم ستذعر. سبحان الله. والآن ركز معي حبيبي في الله، إذا كانت لديك أي أمنية وترغب أن تتحقق عليك أن تدعو الله عز وجل وأنت على يقين بأنه سيستجاب لك، واحذر أن تدعو الله عز وجل على سبيل التجربة. ومن أكثر الأخطاء التي يقع فيها الإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو يجارب ولا يقول لديه اليقين بأن الله عز وجل سيستجاب له، بذلك لن يتحقق دعائك. فقط عليك عندما تدعو أن تكون على يقين أن الله عز وجل سيستجيب لك، فقد صدق القرآن الكريم عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، صدق الله العظيم.